في الجزء ده عن الاتموسفير اديتور، وده علشان نعمل منه الاجواء او المناخ العام للمشهد بتاعنا. اول حاجه تعالوا مبدئيا نحط ترين او نحط جبل ونسحبه كده مثلا، تمام بالمنظر ده، وناخده مثلا كده ونلفه مثلا كده بالشكل ده كده مثلا، يعني حاجة بالمنظر ده، ونعمل له ستريتش هنا كده وليكن كده مثلا حاجة بالمنظر ده. وتعالوا ان احنا نعمل دبل كليك على الماتيريال ونروح لميكسد ماتيريال وناخد مثلا لاندسكيب، ناخد مثلا روك اند بلانتس، وناخد الخامة التانية ولتكن فيجيتيشن بالشكل ده، نخلي العنصر كده بس علشان يغطي الكاميرا. ناخد مثلا الكاميرا بالمنظر ده كده، دبل كليك نرجع للماتيريال مرة تانية. تعالوا نلعب شوية في الخام، نروح للانفلونس انفيرومنت ونعمل ديستريبيوشن ونرفع الانفلونس اوف التيتيود حبه، واورينتيشن نلفه شويه، ونروح للميكس ماتيريال ونخليها مثلا كفر او ممكن فول بلند. ممكن نروح للديستريبيوشن ونروح هنا نحط مثلا فراكتال او سيمبل فراكتال، وممكن نحط كمان النويز عشان نوصل الاثنين بالديستريبيوشن. نحط هنا وليكن كومباينر او بلندر، ناخد ده هنا كده وناخد النود دي هنا كده والالتيتيود، وناخد الديستريبيوشن نحطها في البلندر. نروح للفراكتال وبدل ما نقول له سيمبل فراكتال اقول له مثلا تيرين فراكتال او جريني فراكتال بالمنظر ده. ممكن ان احنا نقلل اللارجست بحيث ان احنا ندي ديتيلز اكتر، ونزود السمولست بحيث ندي ديتيلز اكتر. الرفنس نفس الموضوع، لكن اقلل الرفنس شويه واقلل السمولست شويه، رفنس كده، نزود الجين عشان نطلع العشوائيات دي. نروح بعد كده للنويز، البرلين ممكن نروح ل لاين باترن، كراكس كويسة إلى حد ما. طبعا ممكن نزود السكيل حبة ونعمل اوكي بالشكل ده. بعد كده نعلي الانفلونس ونروح للانفايرومنت، او خلينا في الديفولت زي ما احنا، ونزود السلوب تمام، ونروح للميكس. ممكن نروح لفول بليند توب كفر، يعني ماشي بالشكل ده كده. ممكن نروح للخامة الأولانية شوية تمام بالمنظر ده. ممكن نروح edit filter ونحط هنا point ونخليها smooth بحيث ان انا عايز ابين شوية من الجبل، ما يبقاش كله vegetation يعني بالمنظر ده كده، ونعمل اوكي. نيجي على الفيجيتيشن دي وننشر عليها ايكو سيستم جنرال اد بلانيت، وليكن على سبيل المثال نحط عايزين حاجه بسرعه كده، وليكن نحط الاولد ايكوليبتوس فري. استنى نعمل بس لود، تمام، ونقوم عاملين على طول density، نزود density شوية ونقول له populate. طبعا السكيل عالي قوي
ممكن نخلي سكيل قليل بيبوليت حاجة ممكن زي كده، ممكن السكيل اقل شوية كمان بيبوليت، اعتقد ده مقبول شوية. طيب نيجي بعد كده نخلي الرندر على السكرين، نخلي السكرين كبيرة شوية ونخليها فاينل بس عشان يطلع لنا شكل كويس. بعد كده بقى تعالوا نشوف الاتموسفير اديتور فيه. هنروح لاتموسفير، ممكن اقول له لود اتموسفير، في الحالة دي باخد اي اتموسفير يعجبني من البريسيتس اللي موجودة دي. طبعا عندي هنا بريسيتس كتير قوي، اقدر ان انا انقي كل حاجة. نخلي بالنا ان لو في حاجة اسمها اي او، يعني ده بيعتمد على الامبيانت اكلوجن، عندي جي اي معنى كده بيعتمد على جلوبال الومينيشن، في هنا جنرال او جلوبال ريديوزيتي، ده طبعا دقته اعلى كتير جدا من الجي اي او الامبيانت اكلوجن. وبالمناسبة الجي اي او الامبيانت اكلوجن او الجنرال ريديوزيتي بياخد وقت كبير قوي في عملية الريندر، اقلهم هو الجلوبال الومينيشن. فانت بتنقي اللي انت عايزه. طبعا انا في بريسيتس كتير قوي 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 تقدر تنقي فيها او منها كل اللي انت عايزه. ممكن ننقي او ناخد مثلا وليكن واحد من دول، او ناخد ده مثلا ونقوم عاملين اوكي، هنلاقي اوتوماتيك الفيو عمل لي الاتموسفير بتاعي. طيب وليكن انا عايز اعمل اديت للاتموسفير دوت، هروح لاتموسفير واقول له اتموسفير اديتور. الاتموسفير اديتور على فكرة بيديك خمس مستويات من انك انت تعمل جو او مناخ عام ل مناخ عام للسين بتاعتك. عندك ستاندرد موديول، وخلي بالك ان الابديت هيبقى اوتوماتيك، وده اخفهم، في الفوليومتريك وده ادق شوية، في السبكترال وده طبقي اللي هو الديفولت بتاع الاتموسفير ده، والانفايرومنت مابنج ده بياخد الاتموسفير من صورة انت بتديها ل الفيو فبيعمل لك منها الاتموسفير، وده اقل واحد في الرندر. لو انا رحت اول حاجة للستاندرد مود، رحت للصن، هلاقي هنا اللون العام، ممكن اختار اي لون يعجبني، ممكن اعمل رايت كليك اديت كولر ماب، ممكن اختار الكولر اللي انا عايزه واعمل اوكي بحيث اديها لوك تاني خالص. ممكن ازود الازيموس او الاشراق. عندي بعد كده اللايت، في اللايت عندي الستاندرد وده اللايت العادي، او ان انا بستخدم الجلوبال امبيانس وده بستخدم الضوء اللي جاي من لون السماء فبينعكس على الاوبجكتس اللي عندي، في الامبيانت اكلوجن وده مفيد جدا في معالجة الظلال الناتجة سواء عن السحب على الاوبجكتس او من الاوبجكتس دي او من الايكو سيستم ده على الجبل، وده وقته اعلى. جلوبال الومينيشن وده ادق قوي، حتى انا لو احنا خدمنا في بريفيو هياخد وقت اكبر. الجلوبال ريديوستي وده اكتر حاجة بتدي رياليتي للموضوع ده بالنسبة للستاندرد واللايت. طبعا انا هخليني على جلوبال امبيانس باعتبار ان هو الى حد ما بياخد رندر قليل شويه. بعد كده هروح للسكاي، عندي في السكاي ممكن ده الهورايزون وده الزينث. الهورايزون ده اللي هو خط الافق، والزينث اللي هو اللون الاصلي. طبعا رايت كليك برضو اديت كولر ماب، اقدر ان انا اديها اللون اللي انا عايزه، مثلا لون مثلا كده مثلا، يبقى انا كده رايح للغروب شوية. اللون ده ممكن يبقى نفس ممكن نفس الدرجة لكن كده شوية بالشكل ده كده، اقدر ان انا اجيبه هنا كده بالمنظر ده كده. انا اديت للسماء لون تاني خالص. ده بالنسبة للسكاي، اقدر ان انا ازود اللوست التيتيود اللي هو الارتفاع، تمام. واقدر ان انا في عندي السكاي كولر ماب ديستورجن باي سان اللي هو شكل او تاثر لون السماء بضوء الشمس بالمنظر ده كده، يبقى انا هقدر ان انا اثر بضوء الشمس على لون السماء. طبعا كل التفاصيل دي هنجيلها لما نيجي نشتغل في الورك شوبس. عندي بعد كده الكلاودز، وخلوا الكلاودز انا هاجيلها لوحدها. الفوج اند هيز اللي هو الضباب والافق، اقدر ان انا طبعا انا مش هبان قوي الا لو انا زودت الدنسيتي
اللي هي كثافه زي ما انتم شايفين. بصوا كده، ده بالنسبه للفوج اللي هو الضباب كده، الدنسيتي دي الكثافه. عندي الالتيتيود اللي هو ارتفاعه، لو انا زودت كده يبقى انا هرفعه، على فكره هيبدا هنا ينتهي يتلاشى بالمنظر ده. ممكن اقول له هنا at high the fog gathers او بيتجمع في الهاي altitudes، يبقى انا كده هعكس الموضوع، بدل ما كان بينزل من او بيطلع من تحت لفوق هينزل من فوق لتحت، وده بيديني سين حلو قوي على فكره. لو انا رحت للسكاي عملت كليك وقلت له ريسيت كولر ماب هيديها لي سما سودا، لكن طبعا انا مش عايز المنظر ده، انا عايز هنا تمام تيجي زي ما كانت بالشكل ده كده، وعايز هنا تمام تيجي زي ما كانت بالشكل او بالمنظر ده كده. اقلل تأثر الشمس شوية، ارجع للفوق، ممكن اتلو هيجي تحت، يبقى دول اللي هيضغطوا بالمنظر ده كده. طبعا لو انا رفعت الالتيتيود هعلي الضباب، طبعا مش هينفع بالمنظر ده الا لو قللت الدنسيتي حبتين تمام، بس برضو مش هينفع والا هيغطي كل كده تمام. عندي بعد كده الكلر بتاع الهيز، لو انا عملت كده يبقى هيجي لي هنا الكلر باللون الازرق اللي هو خط الافق. كل الكلام ده في الفوج اندس. طبعا عندي الويند، لو انا عندي نباتات او عندي اشجار بتتاثر بالرياح. بالمناسبه لو ما عندكش انيميشن شيل الكلام ده كله علشان يوفر لك وقت في عمليه الريندرنج. عندي بعد كده الافكتس، لو انا عايز ازود مثلا ستارز، عايز ازود قوس قزح، عايز احط ايس ريد، لو انا عايز احط ريفليكشن ماب، لو عندي هنا حاجات فيها انعكاسات ممكن احط ريفليكشن ماب، لو انا عايز ادمج صوره مع الاتموسفير ده ممكن اقول له يوز انفايرمنت واروح اجيب اي ايمج تعجبني، مثلا حاجه زي الايمج دي، واقوم قايل له اوكي كده هيدمج لي الايمج دي مع الجو، يعني هيديها لون اخضر شويه. ده بالنسبه ليه شويه الحاجات اللي موجوده هنا. على فكره في الفوليومتريك ما بيديك بس شويه اوبشنز زياده خلاص بالشكل ده كده. السبكترال طبعا مع اختلاف مستوى الريندرنج تمام بالمنظر ده كده، طبعا الويند كله زي بعضه. الانفايرومنت مابنج دي اللي هوريها لكم دلوقت، لو انا رحت الافكتس ورحت هنا وقمت رايح مختار مثلا صوره زي سيتي وقمت عامل اوكي، طبعا اوتوماتيكالي سيت اب يور سين فور ايمج بيز لايت، هقول له ماشي، هيقوم مظبط لي بقى السين على شكل الصوره اللي انا جبتها، واللي مش هتنفع غير لو ما كانش فيه جبل بحيث تشوفوها، لكن عامه هنجيلها بعدين ان شاء الله. ده بالنسبه للانفايرمنتال مابنج. انا هروح ارجع للستاندرد موديل علشان ارجع زي ما كنت، او تعالوا نروح للسبكترال ونشوف هنا السكاي والفوج والهيز في ايه زياده. عندي طبعا السكاي جراوند دنسيتي اللي هي كثافه السماء، عندي السكاي مين التيتيود اللي هو ارتفاع السماء عن الكلام ده كله، ممكن اقللها شويه فهلاقي الديتيلز ظهرت حبتين. ممكن الديكي اللي هو تاخير غروب الشمس، عندي الفوج اند هيز نفس الموضوع، لو انا زودت كده يبقى خط الافق هنا هيزيد زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. عندي بعد كده برضو الفوج دنسيتي، لو عليت الفوج دنسيتي يبقى انا هزود الضباب او هزود الشبوره. عندي الجلو اللي هو نقدر نقول لما بتيجي ساعه المغرب كده بتحس ان الجو نفسه فيه جلو من اشعه الشمس، ممكن اعليه شويه كده تمام. زي ما انتم شايفين بصوا السما جرالها ايه هنا اساسا، خلاص بقى فيها، او كمان الجلو انعكس على الاجسام. اهم حاجه هنا الكواليتي بوست، لو رفعت الكواليتي بوست خلاص علشان يبقى كواليتي اعلى. ممكن اقول له الجاد ريز اللي هي الاشعه اللي بتبقى نازله من السماء. في هنا طبعا نو شادو اون كلاودز، بمعنى ان لو في هنا سحب في السماء مش هيبقى او مش هترمي ظل على الاجسام اللي تحت. لو انت عايز الموضوع يبقى واقعي قوي ممكن اقول له بروجكتد شادوز اون كلاودز، او ان هو يرمي ظل على او الكلاودز او السحب ترمي ظل على الاوبجكتس، وكمان الاوبجكتس ترمي ظل على السحب. طبعا لو انا قلت له الديكي كلر اللي هو لون اللي هو اخر نقطه في غروب الشمس، طبعا ممكن ان انا افتحها عن كده سنه او اقللها او اغمقها عن كده سنه، هنشوف هنا هنلاقيها الدنيا احمرت شويه، طبعا
مش مظبوط الى حد ما، لكن كده اعتقد مظبوطة وكويسة. عندي بعد كده clouds lights، طبعا هنا global illumination ممكن اقول له global ambiance، هنلاقي الدنيا اختلفت بس يعني الوقت او الرن. طبعا هنا في مشكلة انك انت خلي بالك ان الجبل نفسه هنا او الجزء بتاع الخامة اللي احنا عملناه ما تأثرش. ليه؟ لان انا مش شغال على global illumination. طبعا global illumination بص كده هتلاقي الدنيا ظبطت قوي، او ambient occlusion يعني اهم حاجة الى حد ما تبقى شغال على واحد من الاثنين عشان تاخد رياليتي اعلى. طبعا الرينج بتاع الامبنت اوكلوجن اللي هو اقصى مدى الظل بيترمي فيه، طبعا هنا في 20 متر، طبعا لو انا خليتها 50 هنلاحظ هنا على فكره ان المسافه دي هتبدا تظلم شويه بالظبط كده، لان الظل اترمى في مساحه اكبر من 20 متر. طبعا ممكن نزود اكتر من كده، ممكن اقول له مثلا 150 كده، هنلاقي العمليه بقت زياده قوي، هنلاقي الدنيا ظلمت قوي 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 في الحته دي. ده بالنسبه للجلوبال الومنيشن او الامبنت اوكلوجن او اسف الجلوبال امبيانس او الامبنت اوكلوجن او الجلوبال الومنيشن. طبعا جلوبال ريديوسيتي هنلاقي الدنيا اختلفت خالص 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 عن الوضع ده، وخلي بالك الريندر بقى قليل جدا. طيب لو انا رحت اخترت الامبيانس اوكلوجن، جيت هنا قلت له في جلوبال لايت ادجستمنت، لو انا رفعت اللايت انتنسيتي يبقى انا كده بروح لجو اكثر اشراقا ولو انه غروب شمس، لكن نخلي بالنا انه ساعتها اشعه الشمس هتبان قوي على ورق الشجر دوت. في هنا الكالر بالانس، يا اما بروح للجو العام او بخلي ان لون السماء هو اللي ياثر لي على الجو العام، او لو انا زقيته كده شويه بخلي ان ضوء الشمس هو اللي هياثر لي على الجو العام للاوبجكتس اللي تحت. عندي هنا الامبيانت لايت اللي هو لون السماء، ممكن ازود كده شويه فهتبقى العمليه برتقاني اكتر من كده باعتبار ان السماء واخده اللون البرتقاني. في هنا بيقول لي ان السيتنجز دي كلها عايز تخليها تروح لمين، هل تروح لللايتس بس، هل تروح تو السان لايتس بس، هل تروح تو السماء والكلاودز زي ما انت عايز. هو باي ديفولت حاطط لك على السان لايت، ممكن اعلم كاوبشنال خلاص ان كل الاعدادات دي كمان تروح للسماء والكلاودز، واعتقد كده هتدي نتيجه احسن. ده بالنسبه للاتموسفير اديتور. فاضل لنا كده ان احنا نتكلم على الكلاودز عشان نبقى قفلنا الاتموسفير اديتور نهائي. تعالوا نتكلم بسرعه كده على الكلاودز. لو رحنا للاتموسفير ورحنا على اد كلاود لير، لو ضغطنا كليك عشان اقول له اد كلاود لاير هيفتح لنا الخامه اوتوماتيك اللي انا عاملها للكلاود. انا هقفل دي واخليني هنا كده. في عندي الاول اشيل كده واشيل دي، هلاقي الدنيا بقت من غير كلاودز خالص. طيب ازاي ان انا احط كلاود لاير؟ هقول له اد، عندي هنا في كلاودز. كلاودز فيها حاجات كتير قوي، في كتير جدا 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 على حسب ما انت عايز. ممكن اقول له مثلا سبيكترال واخد او سبيكترال دي او دي اي واحده في دي، واخد مثلا اللي هو البيج كيومولس واعمل اوكي فهتنزل لي بالمنظر ده كده. في حاجات كتير قوي عايزين نتكلم عليها بقى. لو انا رحت للالتيتيود اللي هو الارتفاع، ونخلي بالنا ان في فرق بين الالتيتيود وبين الهايت. الالتيتيود اللي هو ارتفاع مجسم السحاب كله، يعني ايه اصلا مجسم السحاب؟ لو انا عملت دبل كليك كده هلاقي ان السحاب عندي في فيو 9 خلاص اقدر ان انا اعمل له اديت من هنا، بيبقى خلي بالك بيبقى في هيئه زي ما تقول كده مربع زي ما انت شايف كده بالمنظر ده كده، ده كله السحاب. اقدر ان انا لو عملت كده زي ما انت شايف هخليه يغطي الجزئيه دي، شايفين اهو بدا ينزل غطالي تمام الحته دي كده. هاخدها تاني خلاص ده نفس الموضوع، نزلت كده اهو اهو قفل لي على حته من الجبل هنا حتى يقفل لي ضوء الشمس بالمنظر ده كده. اقدر ان انا اعمله من هنا واقدر ان انا دبل كليك واعمله من هنا. خلي بالنا ان الهايت هو ارتفاع المستطيل ده، لكن الالتيتيود هو ارتفاع الجسم كله فوق، بدليل ان انا لو عملت كده هلاقي ان اللي هيقل هو ارتفاع المستطيل ده بس، لكن المسافه هنا او الكلاود لاير نفسها ما ارتفعتش. لو انا قلت له الالتيتيود بصفر يبقى انا كده بعمل
الكلاودز على الارض كده، بعمل الكلاودز على الارض وكده بقى هتحس ان في قمة بقت فوق الكلاود. طبعا اقلل الارتفاع شوية، تمام. ممكن اجي بالكاميرا، تمام، وارفع الكاميرا سنة. ممكن اجيبها لورا كده، ممكن الواحد يميلها كده سنة بالشكل ده، تمام. نخلي البتاع ده فوليومتريك بس علشان ناخد وقت اسرع في الريندر. زي ما انتم شايفين كده الشكل بقى كأن البتاع دي فوق السحاب. مش عايز اقول الستاندرد بقى كده، يبقى احنا رحنا لاخر حاجة بس عشان وقت المحاضرة نفسها. ممكن ازود الثيكنس شوية بالشكل ده بحيث ان انا اعلي طبعا خلي بالك اختلف اهو بقى ثيكنس بدل هايت. ممكن اقول له او خلونا على سبيكترال لان فيها شوية خواص كويسة، بس هنروح في اللايت هقول له جلوبال امبيانس بس عشان يبقى الموضوع اسرع شوية، والكواليتي هقللها شوية بس عشان تبقى الدنيا اسرع، واونلي تو سان لايت، واشيل اوبشن ده، تمام، بالشكل ده كده بس عشان يبقى الموضوع اسرع حبتين. نيجي بعد كده للكفر. كفر لو انا زودتها السحب دي هتغطي اكبر جزء من السماء، يعني مش هيبقى فيه اجزاء من السماء فاضيه. عندي الدنسيتي او الكثافه، طبعا بقلل الكثافه بس شويه. عندي الاوباسيتي، ممكن ازود الاوباسيتي اللي هي شفافيه السحاب، يعني لو في حاجه ورا السحاب تبان. ثواني بس اديله وقت يعمل ابديت. طيب تعالوا عشان نخف بس الموضوع شويه، هروح للترين دبل كليك واروح للايكو سيستم دي، هقول له كلير. والدنسيتي هخفها شويه، ازود السكيل شويه، دنسيتي شويه، واقوم قايل له بوبيوليت بس لمجرد بس ان احنا نخف الموضوع حبتين. ارجع لاتموسفير واقول له اتموسفير اديتور. انا عايز اروح للفوليومتريك بصراحه يعني يبقى اسرع شويه في الريندر، معلش بقى استحملونا شويه. هروح لكفر تاني، ازود كفر بحيث ان انا احاول اخلي السحب مغطيه اكبر قدر ممكن. اللايت ممكن اروح لسن وازود الازيموس شويه، ممكن اروح لللايت واخليه جلوبال الومينيشن بحيث يحافظ لي على الديتيلز. نرجع للكلاودز مره تانية، ممكن ازود الدنسيتي اللي هي الكثافه بتاعه السحاب نفسه. في جلوبال اكسبوجر، خلاص ممكن اقلل كده فيبقى السحاب باين ان هو دارك او سحاب غامق. ممكن اللايت بالانس، اللايت بالانس اللي هو مدى تاثر السحاب ده بضوء الشمس، ممكن اعليه او اقلله. الكونتراست ودي جميله قوي علشان الديتيلز تقدر تقول عليها اسمها الشاربن. ممكن ازود الجلوبال الومينيشن فالسحاب نفسه ياثر ويتاثر بالاجسام اللي هو ساقط عليها. لو انا رجعت للسبكترال مود هلاقي شويه اوبشنز الريندر. طب جلوبال امبيانس مشكلتي على فكره السحاب انه بيزود وقت الريندر جدا. خلينا في الفوليومتريك، تعالوا نروح للسحاب ونعمل سكيل بواحد عشان نزود السكيل بتاعه شويه. نير ذا ثان، لو احنا علينا نير ذا ثان يبقى السحاب هزوده في اتجاه الشمس. بمناسبه اتجاه الشمس انا عملت اوكي، الشمس اهي. لو انا رحت خدت ده كده
تمام بالشكل ده كده مثلا، وجيت عايز احطه قدام الكاميرا. طيب لو انا جيت لتوب هلاقي ان الشمس هنا. طيب لو انا عملت كده وجبت الشمس هنا كده بالمنظر ده، وجيت هنا اهو، هنا كده هتعملها هنا، انا عايز الشمس هنا. ايوه بالظبط، انا عايز الشكل ده كده. لو انا رحت الاتموسفير وقلت له اتموسفير اديتور ورحت الاسبكترال مود هلاقي الوضع اختلف خالص خالص. لو رجعت للكلاودز تمام ورفعت الهايت شويه، تمام، وجيت للالتيتيود رفعت الالتيتيود حبه، حاجه كده مثلا، انا عايز اقللها سنه، خليها زيرو، وجيت للاوباسيتي قللت الاوباسيتي، الدنسيتي قللت الدنسيتي، كل ده بس عشان الـ 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 الشجر او الجبل يبان من ورا السحاب، وفعلا هيبدا يبان اهو، بس هي بتعمل ريندرنج. تمام الشاربن طبعا عشان ابين الديتيلز، الكفر هقلل الكفر شويه مش عايزه يغطي لي مساحه كبيره، تمام. انا رجعته لفوليومتريك. لو احنا رحنا للثيكنس نير ازيموس علينا شويه، رحنا للدنسيتي زودناها شويه، كفر ماشي. على فكره سين جميله جدا ولو اننا ما عملناش اي حاجه خالص. التيتيود قللناه، لو خلينا الالتيتيود ده بزيرو تمام، ممكن ارفعه شويه كده يعني، نشوف هنوصل مع الايه على حسب ما انت عايز. نيجي بعد كده لو انا حبيت ان انا اعدل خامه السحاب دي، دبل كليك هروح للسحاب زي ما انا عايز، ممكن ان انا اروح لللايتنج اند افكت واعمل اللايتس اللي انا عايزه، ممكن كلر اند دنسيتي، ممكن اعدل الفلتر نفسه، ادي الكواليتي بوست لو انا عايز اعلي البوستنج بتاع الخامه نفسها او الكواليتي بتاع الخامه نفسها، ممكن رايت كليك اديت فلتر، وممكن ان انا اغير في شكل السحاب نفسه، ممكن اخلي دي كده، ممكن اخلي ازود دي كده مثلا، العب في الشيب نفسه بتاع السحاب. طبعا كل ده على فكره كل الكلام ده بيجي معاك بالتجربه، انت بتبقى عارف ان الشيب ده بيدي لك كذا والشيب ده بيدي لك كذا، حاجه مثلا زي كده. انفلونس ممكن اقول له ديبندنت اوف التيتيود، يعني بيعتمد على الارتفاع، انا عايز الشيب يبقى معتمد عليه بدرجه كبيره، ممكن اقول له اوكي. اجي بعد كده عندي دي النويز، رايت كليك اديت فانكشن، ممكن اروح للنويز نفسه ده واغير شكله اساسا. طبعا عندي هنا البرايتنس، ممكن اقلل البرايتنس، لو انا قللت دي كده زي ما انتم شايفين السحاب قل، ازود كده بيزيد. ممكن اروح هنا اغير شكله اساسا من السيمبل فراكتال، لو انا رحت قلت له مثلا تيرين فراكتال، ممكن اقول له مثلا روكي ماونتينز، ممكن ان انا اروح ارفع الجين قوي عشان يديني شكل تاني، ممكن الرفنس عشان يديني شكل تالت، ممكن اللارجست اقللها بحيث يقطعها لي ويديني ديتيلز اكتر. بعد كده اقوم جاي مثلا عامل اوكي بالمنظر ده كده، فازنس عشان يدمجها لي بشكل احسن سواء مع القمه او مع القاع. ده بالنسبه ل
كلاود اديتور اللي موجود جوه ال اتموسفير اديتور. اشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية مع حاجة تانية، مش عارف، غالبا ممكن تكون الووتر اديتور. كان معكم مهندس احمد الرحمن رياض من GFX Academy.net، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.